السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على ملعب دويرة ونعطيكم معلومة انه بالنسبة للتغطية تاع الملعب، لانه كثير من الناس سقساوني على التغطية تاع الملعب. التغطية راح تكون كيما ملعب براقي، فيه تغطية بالزجاج في الجهة اللي فيها الفي بي، وهذا العقلية العيانة اللي عندنا احنا في الجزائر. إذا التغطية تكون غير في المنطقة تاع الفي بي بالزجاج، واللي يبقى المنطقة اللي تبقى من جهة الباقي كله يبقى بدون تغطية، اللهم يكون فيها يعني بنتور يعني تغطي البيتون. هذا واش كاين. إذا نخليكم مع بقية الفيديو، السلام عليكم.